حرام الاستاذ عاصم خليفه. مساء انوار يا استاذ عاصم. اهلا، ازيك يا كابتن مدحت؟ يا رب تكون بخير يا كابتن. ازي صحتك كده؟ يا رب يخليك يا كابتن. دلوقتي بالنسبه للزمالك ايه الاخبار؟ والله ما عندناش جديد، احنا عندنا مراحل تفاوض الحقيقه، يعني بنحاول نوصل لحلول. لكن يعني مش مفيش اللي اقدر ازود لك بيه معلوماتك. يعني هو احنا قرينا النهارده ان انتوا عملتوا 3 سنين، بالفعل وقعتوا 3 سنين. لا غلط، ما حصلش كلام، مفيش كلام ده خالص خالص خالص. المواقع والله بقت آفه آفه في الرياضه المصريه، كثير من المواقع، في مواقع محترمه لكن تمام. طيب 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 طب انتوا اخر مراحل التفاوض كانت ايه يا استاذ عاصم؟ بص حضرتك، العقد بتاع نادي الزمالك عقد ايه؟ صعوبته في ان هو كان لمده سنه. نعم. وبعدين السنة خلصت بما فيها من أوجاع وحصلت فيها الموضوع بتاع البورسعيد. فأصبح عندنا زي ما تقول نص موسم اشتغلنا فيه ونص موسم ما اشتغلناش فيه. صحيح. طبعا ده مس الرعاة، والرعاة رفضوا يستكملوا واحنا ما قدرناش ندفع. القصة وصلت إلى إنه دلوقتي بقينا ما عندناش أي حاجة تقول إن إحنا نقدر عايزين نتعوض. مفيش تعويض ناخده لأن السنة خلصت. العقد خلص. فكان كتر خيره ممدوح بيه عباس. يعني بعد ما الموضوع كده وصل إلى قفلة يعني. قال انا لازم اخد راي الجهه الاداريه. لانه انا شايف ان انتوا برضو يعني حصل عليكم نوع من انواع الظلم، واحنا برضو حصل لنا نوع من انواع الظلم. صحيح. فكلانا يعني يستاهل التعويض. فعايز اشوف بس الجهه الاداريه هتقول ايه. نعم. بس فهو ولسه ما ردش عليكم. انا بكره بقى هعرف، بكره هروح له وهعرف. انا طيب مع بكره. نعم. هو قال لي عاصم تعالى لي عشان انا عندي برضه كده بعض الافكار بناء على الاحاديث اللي انا خدتها مع الجهه الاداريه. نعم. فلسه ما اعرفش هيقول لي ايه والله يا كابتن. طيب كويس قوي. يعني ان شاء الله انت كل الكلام ده بتتكلم على تسويه الموسم الماضي. الموسمين بقى اللي جايين او الثلاثه اللي جايين، هل انتوا دلوقتي برضو حابب اعرف من حضرتك، يعني لما بتيجوا تعرضوا على الرعاه والكلام ده الموسم الجاي احنا عندنا الزمالك او عندنا كذا او كذا، ايه درجه استجابه الرعاه وهل بتقدر اتفضل. استجابه وحشه قوي. استجابه وحشه. انه الناس عندها شكوك ان احنا يعني الكره هترجع تاني وترجع. نعم. عندها شكوك كبيره. وفقا للي بيتقال. الناس بتقعد تتكلم بعضيها. ويقول لي طيب وبتاع، واما نشوف يا سيدي بس هيحصل ايه، طب ما تستعجلوش، طب اما نشوف، طب واما نشوف هيمشي كده شويه ويقف في الدوري ولا هيمشي على طول. يعني عارف انت عارف احنا مصريين كده عندنا الشك عنصر اساسي. اساسي اساسي. الاول انت خاين وبعدين نتفاهم يعني. وبعدين نبقى نشوف بقى ايه حل معاك. نشوف بعد كده هنعمل فيك ايه. وبالتالي انت لا تستطيع ان تحدد اي قيمه حقيقيه مع نادي الزمالك او غيره خالص. طب عقدك اللي كان مع النادي الاهلي القائم، هل قائم زي ما هو ولا في كلام برضه؟ عقدي مع النادي الاهلي عشان هو 3 سنين فهو ساري يعني. ساري. ساري بحكم القانون. حكم ساري. القانون. فبس عنده عندنا بقى برضه في مفاوضات من الناحيه التعويضيه برضه على الموسم اللي فات. العميل او الراعي بيقول انا اتظلمت في الموسم اللي فات، دي حقيقه، ما خدتش حقي وبتاع، ولازم تقولوا لي هتعوضوني ازاي، تزود له بقى المده، تعمل له كذا، تعمل له كذا. بس ما يعني انت مشكلتك يا استاذ عاصم لو كنت ماضي مع الزمالك 3 سنين ما كانش بقت المشكله عندهم بنفس الشكل الحالي. ومعلش هسألك سؤال أكيد معروف للناس بس حابين أسمع منك أنت، كان العقد قيمته قد إيه في السنة الأولى مع الزمالك؟ كان 25 واتنين معسكر 27. 27 مليون جنيه. في الموسم اللي هو اللي فات ده. ولو قال كان مضى معاك 3 مواسم بنفس القيمة مضروبة في 3؟ لا بص، يعني أنا مش عايز
يعني استبق احداث او كانت احداث يعني، لا هم برضو كان عندهم وجهة نظر ان ايه يعني عايزين يعملوا سنة وبعدين السنة الجاية يعملوا مزايدة تانية ويشوفوا السنة تبقى توصل. انا فاهم انا فاهم انا بس يعني مجرد يعني سؤال يعني مجرد سؤال. انا وعندهم كان فكرة يعني فكرة فيري سمارت يعني انها يعني انها تتعمل يعني. لكن الظروف جت بقى بطريقه صعبه طبعا يعني يعني هو كان بيتكلم لو ثلاث سنين بما يعني 75 مليون تقريبا وانت ماضي مع الاهلي ب 140 مش كده برضو؟ اعتقد فهو شايف من وجهه نظره الفرق كبير وبالتالي قال اشتغل سنه ربما اقدر في السنه اللي بعديها اعوض ده. لا لا لو تذكر تذكر المزاده بتاع الزمالك زادت 100%، لان احنا السنه اللي قبل كده كنا مع الزمالك اظن ب 13 او 14 مليون مظبوط يعني يعني على يعني مش قادر افتكر الارقام. فلكن لما عملنا مزايده وطلع ل 25 بلس المعاصر 2 مليون نعم فده كانت طفره كبيره. لكن كنا مع الاستقرار كنا هنواكب دايما يعني الزيادات بالظبط 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 في ما هي دي كانت الخطه اللي كنا عاملينها ان نادي الزمالك يبتدي ايراداته تنمو مع الاستقرار اللي حصل له. نعم يعني جت علينا كلنا بقى هي الظروف على الجميع الحقيقه على الجميع. نتمنى كل توفيق عاصم بيه. ربنا يخليك كابتن. اشكرك شكرا جزيلا يعني طبعا فك